حول إجراء كأس إفريقيا لأول مرة يعني فصل الصيف. نشاهد ما قاله مرة أخرى إيغوي غانا. كأس العالم تقام في فصل الصيف، كأس أوروبا تقام أيضا في فصل الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لكوبا أمريكا. إذن إفريقيا قامت فقط بما فعلته القارات الأخرى من قبل، لذلك أنا متأكد من أنها ستكون نسخة رائعة حاليا. كأس إفريقيا رائع عندما تفوز به، وهذا هو الأهم.